في جالياتنا مسلمون من بلاد البلقان يدفنون الجثث المكفنة بالتوابيت كامل مثل الغرب، هل نأسم على دفنهم بهذا الشكل؟ حيث تطلب عائلتهم الدفن بهذه الصورة. الأصل أن الميت يفضى بجسده إلى الأرض، في يشق القبر فيوضع في وسطه أو يلحد فيوضع في جانبه، لكن إذا اقتضت قوانين بعض البلاد وألزم بالدفن في توابيت فلا حرج، وبعض إخواننا هنا يضعون ترابا في التابوت نفسه حتى يجمعوا بين أن جسد الميت لمس التراب وأنهم أيضا يعني تعاملوا مع القوانين التي تلزم بالدفن في تابوت. أحيانا يكون الدفن في التابوت تقتضي لو إن أرض بطبيعتها يعني فيها مياه جوفية قريبة، وقد يؤدي هذا إلى تحلل الجثة واختلاطها بالمياه والمستنقعات وكذا، قد يكون من حفظها، فهذه قد تقتضيها بعض الظروف الطبيعية للتربة في بعض المواضع. خلينا دعنا نفرق، الأصل أن يدفن الميت في قبره في الأرض مباشرة بلا تابوت ولا صندوق شقا أو لحدا، إذا اقتضت طبيعة التربة للمحافظة عليها من التحلل أو ألزمت بهذا القوانين فأرجو أن يكون في موضع الرخصة. هناك توابيت حديثة مصنوعة من الفطور الطبيعية لتجعل تحلل الجسد أسرع ومملوءة بالأعشاب، لا علم عندي بها، الله أعلم. يعني على كل حال الأصل عدم التوابيت والتابوت، إما لأن طبيعة التربة تقتضي هذا. إحنا الميت مش عادين يتحلل بسرعة، عادين نحافظ عليه ما استطعنا، ليس مقصودنا أن إحنا ندوبه نحط له حامض عشان ندوبه بسرعة، مش ده المقصود، صوت نحافظ عليه. أنت ماشي بالعكس، عايز تروح على السوق وبتركب قطر اسكندرية، بارك الله فيك.